حياكم الله سادة المشاهدين وصباحكم الله بالخير. حلقة جديدة تأتيكم من السومارية وإذاعة سومر اف ام، برنامج ناس وناس يجوب شوارع وطرقات العاصمة الحبيبة بغداد وبقية محافظات عراقنا العزيز. اليوم حلقتنا راح تكون شوية استثنائية بين هيئة التقاعد، بين أروقة هيئة التقاعد العامة اللي قريبة على جسر الشهداء، وأيضا اليوم راح نلتقي ويا المواطنين. هذه الحلقة لربما هي تكون الأولى ضمن الموسم الثاني من برنامج ناس وناس داخل أروقة هيئة التقاعد العامة. مشكورين أتاحونا الفرصة أنه نتجول داخل هذه الأروقة، نسأل المواطنين، راح نحاول أنه يعني نسأل جميع الأشخاص المراجعين إلى هذه الدائرة، لا سيما في هذه القاعة وهي واحدة من القاعات الموجودة داخل هيئة التقاعد العامة. وأيضا نشوف أكون هنالك عدد للمواطنين، عدد للمراجعين، وبالتالي ما راح نتحدث عن هذا الموضوع حتى ما نحسب انه احنا اليوم بدنا ندافع على هيئه التقاعد او نحاول انه نلمع من صورتها، لكن راح نعطي للمواطن الفسحه بهذا الموضوع. قبل ما نباشر بحلقتنا لهذا اليوم، مشكله الزحامات المروريه لربما هي المشكله الابرز خصوصا في بدايه الاسبوع، لا سيما المناطق اللي تشهد زخم كبير، اضافه الى المناطق المؤديه ما بين جانبي العاصمه الكرخ والرصافه. تشهد العاصمة زحامات مرورية خانقة بسبب وجود التظاهرات، قطع الشوارع والطرقات الرئيسة وأيضا الفرعية، لا سيما نتحدث عن تقاطعين مهمين وهو تقاطع وزارة الخارجية وأيضا الجسر المؤدي أو نفق زيتون المؤدي إلى جسر الجمهورية، بالإضافة إلى جسر المعلق هو الآخر اللي مغلق، لربما سبب زحامات مرورية عد يعني نزل جسر الطابقين أو ما يعرف بمجسر أو جسر الحسنين، وبالتالي هذا الزخم المروري الصباحي لربما هو ليس وليد اللحظة، لكن بسبب التظاهرات لربما امتد هذا الزخم إلى بقية مناطق العاصمة وشوارعها الرئيسية خصوصا وقت الذروة الصباحية عد الساعات الصباح الأولى. واحنا نشوف دائما هنالك زخم، لكن نحاول ان نوصل بصوت الى الجهات المعنيه، مديريه المرور العامه، بقيه الدوائر المعنيه لايجاد حل او فرصه سانحه ممكن انه نقدر نستغل هذا الموضوع، ممكن انه نقدر ايضا نوصل باراء المواطنين خصوصا ما تصلنا من مناشدات صباحيه عند الصباح وعند المساء. السلام عليكم، شلون الصحه؟ شو الاخبار؟ خالص حياكم الله. الله وياكم برنامج ناس وناس من السومرية. اليوم احنا نشرف باستضافتكم. على راس اريد اسال شلون هالتقاعد؟ والله كلش معامله طيبه والناس يعني تقدر وموظفين نزيهين كلش زين، يعني بحيث يعني احنا نجي على الموعد، يعني الاستماره بها نقص يزودك بكتابنا، هو يزودك كتاب بدون ما تقول له، يعني معامله حلوه يوجهك بالصوره الصحيحه، يوجهني يعني بدون ما اطلب منه هذا الطلب، استاذ فلان مكان، اخي فلان مكان، فبنات مؤدبات، بناتنا دول الله يحفظهم، فما قصروا، ملقى حلو، معامله حلوه، ما نلقيك يعني احنا بالعكس. مكيف؟ ايوه هو مكيف بس بعض الاحيان يعني مو شوي حاره. اليوم جونا حار خصوصا بهذه الايام. اريد اسالك صار لك ايش قد بمعاملتك؟ والله انا من 14/8 14/8 ولحد اليوم. بس سلسله مراجع لانه عندي نقص بالكتب، فرحت الوزاره معينه جبت الكتاب. بعدين عندي نقص بالوزارة معينة عندي إضافة خدمة، فرح جبت الكتاب، فهم ما أصلاً، بالعكس أنا كان عندي تقصير لأنه أخبرت تقصير من أخبرت بيها نقص، فكملتها رجعت الوزارة، ما ترجعت استقبال حلو وخوش ناس، ما عليك قصور إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ الأخبار؟ الحمد لله. شلون اليوم هي؟ نفس الشيء مثل ما قال ابن عمي، نفس الوضع، ناس محترمين وكفؤين ويقدمون خدمات المواطنين وبدون مشاكل ولا بدون كل شيء. ماكو اي عرقله، ماكو اي تأخير. ابد ابد، موظفين ونعم الموظفين. ماشي لا الحمد لله زين. صار لك ايش قد بالمعامله؟ ويا ابن عمي انا جاي، ابن عمي جاي. كدائره ضمن دوائر الدوله، بعض المواطنين يشكون تعرف حراره الجو وارتفاع درجات الحراره، القاعات شلونها بالنسبه لكم؟ النعمه فضيله هسه تبريد والحمد لله والشكر. ماشي الحمد لله. انا اشكرك جزيل الشكر. نكمل حلقتنا لهذا اليوم، نحاول ان نلتقي باكثر عدد. السلام عليكم. شلون الصحة؟ شو الأخبار؟ الحمد لله. سريع سريع، خليني أقعد يمك. لا ما يصير. أريد أسألك شو عندك اليوم معاملة بالتقاعد؟ والله عندنا كي كارد يطلع ما عندناش. كي كارد. أي كل شكر. خلال المعاملة اللي كملتها جنابك، شفت أكو معرقلات، أكو مشاكل؟ لا ماكو معرقلات، وبارك الله بيهم، رحم الله والديهم. شلون بصورة صحيحة؟ كل زين، بارك الله بيهم. مش طولة المعاملة مالتك لحد ما قد طولت أسبوع؟
اسبوع اقل من اسبوع. جيد ذا اسبوع. كل زين عمي رحمه فضل من الله. ماشي الحال. وجو طيب وتبريد اكو وماكو ازدحام اشوف نعمه فضل من الله. الحمد لله اشكر. طيب جيد انه احنا نشوف اكو اشاده بدائره معينه وين كانت. الحمد لله واحد يجي الحق ونحن نحاسب امام الله. من نحكي نحاسب امام الله. وانت من تحكي تحاسب امام الله مو؟ الحمد لله وشكرا مضبوطين وناس مثقفة ومحترمة ومؤدبة و... الحمد لله وشكرا يا رب إن شاء الله تخلص مع عملتك على خير وسلامة. السلام عليكم، شلونك؟ شو هلا وبيك. شلون الصحة؟ الله يسلمك. شو الأخبار؟ الله يسلمك الحمد لله. شعدش معامل هنا اليوم؟ والله أنا من شهر الواحد طلعت تقاعد. وها شهر التاسع وأنا لحد الآن معاملتي ما كاملت، يعني مو سبب التقاعد، سبب صحة بغداد، يعني المستشفى مال بغريب وصحة بغداد. وهسه آخر شيء دزوني على صحة الصدور، صار 15 يوم هي هناك، ولما هسه جيت ما رافقيني الاوراق. هسه اخذت التاكسي ورحت وجيت، يلا جبت الاوراق، ما مخليها وياه، ما مخليها يعني بالصادر ما مخليها. والله هسه التاكسي رحت يعني وانا مسوي عمليه وقوه رحت وجيت، يعني حتى ابو التاكسي شافني ابكي قلت لي ما صار 9 بلا على مود ذني، يعني ما رافقين المعامل. يعني هنا التعامل كل زين، يعني معامله سهله كل ما نجي، بس الخلل خلل من دائره صح. اي من دائره، من المستشفى، من المستشفى الان بيها مستشفى بغريب وصحه بغداد، الناس هم على الكتب تجيهم. اي على الكتب. برايك انه لو كان النظام كله الكتروني ما كان واجهتي هذا؟ اي لا كان. اي والله يعني واحد هسه انا والله حتى ابو السياره سولفت لي قالت لي هسه انا ما عندي احد يمشي لي، وانا مريضه مسوي عمليه غصب ما علي، بس يعني يوم مثل الدول يعني بالخارج يقول لك الكترونيه يصير مستر كارمان. هسه ليش صار 9 اشهر وهسه بعد ما ادري يم الله بقت يم ما عملتي بعد ما ادري يعني تكني الخطوات دني الخطوات لو كانت باليد ممكن كان افضل. باليد احسن من صحه صدور وكتابنا وكتابكم، وهذا اللي عرقلها وهذا لازم تدفعي له، ولازم يعني هاي كلها كتاب بديش انتم. انا انطوني كتاب من انا يعني باليد سويته سر الغايه، سويته بيومها سويته كملت، رحت مستشفى بغريب ورجع صحة بغداد كملت، بس بقى لين سر الغايه بقى 15 يوم من يوم 8 لهسه اليوم، يلا يعني يوم الخميس يلا جاي لهنا. طيب خلال هاي 9 اشهر شلون عايشه بدون راتب؟ شو اسوي؟ ابني الحمد لله والشكر يعني هو، بس يعني ما عندي أي والله قمت الداين واجي غير واحد يحكيها صراحه، يعني ولو يعني قمت استحي حتى من ابني اقول لابني اريد علاج، يعني هو الواحد عنده 6 اطفال قمت استحي والله اقول له اريد علاج. هيك الله يسلمك يعطيك الصحة والعافية. أنا أشكرك جزيل الشكر. تقدر أنت تاخذين راحتك. مشكلة الكتابنا والكتابكم ما بين دوائر الدولة لربما هي سبب بتأخير بعض المعاملات اللي يتواجه لربما بصورة أو بأخرى المواطن يواجه مشاكل في هذا الموضوع على المستوى الشخصي أو على المستوى العام. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة حبيبي. شو الأخبار؟ سلام. عندك هنا؟ والله دائرة ما تقاعد. دائرة ما أيه. بدك تراجع لجنابك لو الوالدك؟ لا الوالدي متوفي. والدك متوفي الله يرحمه. الله يرحم والديك. شلون التعامل هنا؟ لا تعامل طيب. ايش قصاركم هنا؟ ما صار لنا فتره يعني جت هنا ما صار لنا فتره. تعامل طيب هنا مال شو اسمه مال مها وغيرها وغيرها. ماشي لك المعاملات؟ معامله ماشي. ماكو اي عرقله بالموضوع؟ ماكو اي عرقله. لا ما. مقارنه ببقيه الدوائر الدوله ما اريد انك كل بدائره دون اخرى، شلون شفت الخدمات هنا؟ لا خدمات كلش زينه، كلش زينه. لا لا كلش زينه، معاملتهم طيبه ويا العالم. ما صار لك وايد راجع؟ اي لا ما صار لي وايد. ما صار لي وايد. انا ممنون منك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. عمي؟ الله يخليك. وياك برنامج ناس وناس من السومريه. اللهم ربي يحفظك ويحفظ السومريه. الله يحفظك. احنا اليوم جايين لخدمتكم بالتقاعد العام بناء على مناشداتكم. الله يخليك. حدثني، عندك مشاكل؟ عندك معارك؟ اي والله استاذ عندي مشكله وصار هذا يمكن الشهر السادس ولا السابع اني بيها. أني تكفلت واحد قبل 8 سنين 9 سنين تمام. كفلت على 50 مليون أخذ الفلوس وراح. ما تعرفه؟ ما أعرفه، جابوا جماعة بوكته عليه. المهم مو هو موضوعنا، أنا تكفلته وراح أخذ الفلوس وراح. فأنا شبقيت أسدد شهرية 500، سددت تقريبا 40 مليون، هسه باقي أقل من 10 ملايين 8 ملايين تقريبا، انشلع قلبي صار 8 أشهر. هذا يدبني على هذا، هذا يدبني على هذا، يا بيريدون من عندي ما مشوا لي معامله ما تقاعد، يقولوا لي جيب المبلغ المتبقي 8 ملايين يا الله نمشي لك معامله ما صدق برسول الله. انا قاعد بالايجار زين وملطشها منا ومنا وبرقبتي عائله، واني ادويه برقبتي وزوجتي هم معوقه وادويه برقبتي، فجايبين العيشه قوه. هسه الجماعه يريدون من عندي 8 ملايين يا الله نمشي لك المعامله. زين انتم قبل كنت تستقطعون بالشهر مني 500،
هسه أنا عندي تقاعد، عندي خدمة 48 سنة، عندي تقاعد تقريبا 750. مثل ما كنت تقصهم قبل تقصوا هسه هم 500 قصوا من راتبي ومشوا لي اياها. تعرف راتبك بذيك الدائره بالدائره الفلانيه كان محسوب على الموازنه، اما راتبك بالوضع الحالي اكيد محسوب على صندوق التقاعد. بالضبط صندوق التقاعد رحم الله والديك. زين انا عندي مكافاه تقريبا 5 ملايين مال نهايه خدمه، يا بطو دوخوني يا بطوني ال 5 ملايين خلي ادفعها، لا ما يصير اكمل معامله، يا بالمبلغ المتبقي مشوه مثل ما كنت مشوه قبل بالشهر 500 قصه من عندي، لا ما يصير جيب لنا مين اجيب 8 ملايين استاذ، والله العظيم العشاء حصل علينا، وهاي انا معوق وامشي ضغط وسكر وجلطه. اي مساهله ماكو، يا تروح عليه شمرك على غير واحد، يا تروح شمرك على غير واحد. الحل شنو؟ انا هسه بمكان متاقف بجانب الدوله يساعدوني يمشون اموري يسهلون اموري، روح جيب لنا 8 ملايين تعال، مين اجيب 8 ملايين؟ وهاي وضعيتي وهاي عكاستي بيدي وامشي بيها. اسمح لي بالمداخلة، خلينا نشوف عندنا. تفضل استاذ. يمثل اليوم جنابه استاذ مرتضى كشكول نقدمه لبرنامج ناس وناس. الاخ هو ناطق ومتحدث باسم دائرة هيئة التقاعد العامة. يا اهلا وسهلا. اتوقع يمكن سمعت مشكلة الاستاذ. بالضبط، معاملتك وصلت لهيئة التقاعد لو بعتي بالدائرة مالتك؟ بالدائرة ما يمشوها. يدزوني العفو خلي اخدمك. يدز. العفو. تفضل. تعرف انت اليوم اي موظف بالدوله عند احالته الى التقاعد لازم ترفق ويا المعامله براء الذمه من اموال الدوله. الاستاذ افتهمت المشكله انه متكفل احد الاخوان المبلغ 50 مليون وذاك ممتنع عن التسديد، فالاخ صار ايه بالضبط صار ضحيه هذا الموضوع، فبقى الذمه ماليه يم هذا الشخص يتحملها المتقاعد، لازم يسددها لازم يسددها. بخلاف هذا الموضوع ما نقدر نسوي اكو مناقله، يعني هو يقول لك انا عندي نهايه خدمه، هو هاي تبقى يم دائرته اجراءات دائرته، هي دائرته مدى تروج له الحين براءه الذمه، دائرته مدى تروج له. احنا ما عندنا مشكله اذا اجت المعامله وقالوا يا ابي مثلا خلي يترتب هذا الدين لهاي الجهه او نستقطع من مكافاه نهايه الخدمه ونسدد المبالغ، هاي تبقى هي دائره اجراءات دائره مالته. انا خلي اخدمك، المفروض كتاب من عندكم يا بدزونا اياها واحنا نسهل الامر واحنا نمشي القضايا. لازم يخاطبونه لان ما يقدر انه هو ما يقدر هيئه التقاعد بهذا أي. الموضوع ابو الدائره من اراجعه يدزني على المصرف، ابو المصرف يقول لي انا هيك مديره قاعده وحاطه رجل، انا ما احكي، روح جيب فلوسك نمشي لك معامله. مين اجيب؟ هي الدولارات مشمره بالشوارع، الدفاتر مشمره، والله الربع دينار حصر علينا، احنا متقاعدين، احنا انا عندي خدمه 48 سنه، المفروض الدوله تساعدني، لا بقيت في حرب، لا بقيت دائره، لا بقيت مكان ما اشتغلنا به، المفروض تصير بجانبي تساعدني، والله جلطه سكر ضغط. هاي المشكله، مشكله دائرته. يسدد ما بذمته من اموال، اي احنا كهيئه تقاعد وطنيه، انا ما جايتني اخبار حتى افاتح، هو حاليا يمي ما موجود كمتقاعد، ماكو اخباره مثلا حتى افاتح يا بانه بذمته هالقد مبالغ، شنو الاليه للاستقطاع بها؟ ها فاذا المشكله بالدائره المعنى غير متقاعد فوجوده لا متقاعد ولا موظف، مجرد يحاطبوننا حتى لو بكتاب احنا راح نذكر انه هذا الشخص راح يكون عنده راتب تقاعدي بمبلغ كذا حسب خدمته الوظيفيه وعنوانه الوظيفي، راح يعني راح يصير عندهم علم انه ايش قد راتبه، ممكن انه يقول يا بس تقطعونا من راتبه هالقد، بس هم حاليا لا مرسله اضباره ولا مرسله اي اوليات، فما ممكن نقدر نخاطبه. جنابك بيا دائره؟ انا يعني على وزاره التربيه. وزاره التربيه يا مديريه؟ وزاره التربيه الرصافه الاولى شمال بغداد. شمال بغداد. شمال بغداد. فيقول لي جيب كتاب من التقاعد يطلبون اضبارتك، احنا ندز، يقول احنا على اساس ندز اضباره وانت بعد معاملتك لا كامله، فلوسك لا كامله. والله والله الخلل بوزاره التربيه لربما بقول خلل، اكو ذمه ماليه يجب تسديدها للجهه الدائنه لغرض انجاز المعامله التقاعديه، وهذا يعني يعتبر هو حق لهم. يعني زين استاذ قبل كانوا يقصون مني بالشهر 500، نعم هسه نفس الحاله، انا ما انا راتبي عند الدوله هم نفس الحاله يقصون بالشهر 500 من التقاعد. بسط لك الموضوع عمو، انا اليوم ماخذ من استاذ مرتضى تمام، واستاذ علاء ما يقدر انه يسددني، ليش؟ لانه لازم اسدد استاذ مرتضى يلا انه يسددني استاذ علاء، فهم شو الموضوع؟ صح. فهذا الموضوع استاذ مرتضى ما يقبل، يقول لك انا سددني كامل فلوسي يلا. استاذ في دول عينك يرحم والديك، هي دوله لو 10 دول، هي دوله هو انا مطلوب الواحد
أنا مطلوب الواحد أنا ضربت لك مثل أنا على مثلك على عيني وعلى رأسي. أنا مطلوب الدولة، الدولة مثل ما كانت تستقطع قبل من الراتب مالي هم يرجعون يستقطعون بالتقاعد وخلطوني 100-120 أدفع فلوس الإيجار وكل شيء ما رايد، وكلام الله إيجار ما عندي والله. ويا تروح علي قاعد ورا ورا الميز واستكانة قدام رجل على رجل ولا يباوع علي شلون الله خالقني ولا بحالي ولا أكو فد ملاحظة راح تفيدك حج. أكو كتاب صدر من الأمانة العامة أصور 2018-2019 وعندي نسخة منه إذا فد شوي هم أصعد أعطيك من عندنا نسخة. هذا يقول أي متعلق مالي بالنسبة للموظف المحال على التقاعد يحول إلى الجهة الجديدة مثل ما نقول إلى التقاعد، يعني يقدر يسوي له مناقب بالضبط. يعني يقول يابا هذا كتاب صدر من الأمانة العامة بتوقيع أستاذ حميد الغزي يمكن أصور 2018-2019 ما أعرف، فأعطيك نسخة منه ممكن تقدر تحاجج به الدائرة. هسه حاليا أنت موقفك بالتقاعد موقف يعني أنا أقول لك ماكو شيء، ما أنا ما أنت موجود ما عندي أولوياتي. إحنا هسه لا نقدر نخاطب ولا نقدر نناشد أي جهة. ليش يقول لك أنت ما عندك إضبارة إلا لهذا الشخص؟ على أي أساس تتناشد؟ أنا أشكركم جزيل الشكر عبد الغالي، خلينا نكمل بينك الأساتذة إن شاء الله ما يقصرون. نكمل اليوم حلقتنا ضمن أروقة هيئة التقاعد العامة بوجود المعنيين، عسى ولعل انه نقدر انه نحل شيء من هذا الموضوع، حل جزء على الاقل يسير من هيئات التقاعد. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. شلون الصحة؟ 100000. شلونك ماما؟ رحمة الله الحمد لله. تفضلي. مش متقاعدة؟ مقدمة للتقاعد، بدي استلم الهوية. تمام. حدثينا، صار لك كم يوم متراجعين بهاي الدائرة؟ شلون تعامل الموظفين؟ لا كل زين تعامل الموظفين. صار 3 مرات اجي واليوم ان شاء الله بعد بس اطيها المستمسكات سلمني الهويه. سلمك ان شاء الله لو باكر لو الخميس. والله كريم. عاجلا قبل اجل. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله هسه سلميها ان شاء الله. طيب مراجع اكيد جناب ايش دوائر الدوله، شو رايك بهذه الدائره؟ شو يعني قارنها بدوائر الدوله؟ والله التربيه تعبتني بس هذه لا زينه هي. والجنسيه جنسية هم اكو تبريد واكو ها يعني مرتبة ولا تبريد راحة للمراجع بس هنا لو تبريد هم بعد اكو ناشدكم على تبريد هنا لا بعد اكو لان احس حارة همين مو الجو برا حار اليوم 47 والله ها هي شو السبب. اشكرك جزيل الشكر يا رب ان شاء الله تكمل على خير. الله يوفقك. شكرا نكمل اليوم حلقتنا ضمن ناس وناس بهيئة التقاعد العامة اللي صاحبة اكثر عدد يمكن لربما من المناشدات. السلام عليكم. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ الله يخليك الحمد لله. شلونكم اليوم؟ لا زين الحمد لله الحمد لله. شلون هيئة التقاعد؟ مو لأن احنا موجودين سولفونا شنو اللي صاير؟ والله لا ما يعني الأمور دا تمشي عادي وجيدة وزينة والحمد لله. ما عندكم أي معرقلة أو أي لا 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 ماكو مشاكل الحمد لله. لك كم مرة تراجع هيئة التقاعد؟ أنا هسه حاليا مراجع ويا نسيبي. إي بس أنا هم طالع تقاعد يعني إجراءات كانت زينة خلال فترة يومين سلمت هوية وسلمت جسم زين الحمد لله. تفائل بخير بهذا الموضوع. السلام عليكم. يا الله يسعد. أهلا وسهلا. شلون الصحة؟ يا هلا مرحبا. شلون اليوم الدوام بهي التقاعد؟ شلون المراجعة؟ ماشي الحمد لله وشكو زين إن شاء الله إن شاء الله. أحد عرقل معاملتك شيء؟ لا ما عندي شيء ما عندي. لا لا ما كان مشكلة. كم مرة تراجع هذه الدوام؟ ثاني مرة إن شاء الله إن شاء الله. وين وصلت معاملتك؟ بس على الهوية. وزارة الهوية إن شاء الله. يعطوك الهوية وبعدين وراك؟ إيه لا الكي كارد عندي يعني بس يفعلوه. إيه يفعلوها. ما في إن شاء الله بإذن الله. ربي يوفقك إن شاء الله. سعيدين بتواجدك. نكمل اليوم ضمن برنامج ناس وناس بهذه الحلقة اللي راح نتحدث بها عن مشاكل دوائر الدولة إن وجدت نوضع لها حلول بوجود الناس الموظفين اللي موجودين ضمن هذه الدائرة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. صحة أستاذ. أهلا وسهلا. شو الأخبار؟ الحمد لله. إن شاء الله بخير. إن شاء الله. شكرا جزيلا. خلينا نستريح شوي. أهلا وسهلا. هلا بكم. سولف لي وين وصلت بالمعاملة؟ والله أنا يعني اليوم بديت أراجع بس هي فيها يعني كل مرونة وسلاسة إنه قدم. سهلة. أي كل سهلة. كان مخوفك؟ إنه ها راح تتأخر وهالسوالف. لا لا أنا بالحقيقة يعني شوي تأخرت عن المعاملة لأن كنت خارج العراق. فهسه اليوم من راجعت كلش يعني المحاسبة وطاني استمارة وقال لي راجع بوصل يمس الجميلة وتراجعت وقالت لي انتظر المعاملة كلش أمور بسيطة وسهلة كل سهلة مقارنة بقية دوائر الدولة شلون نشوفها هي التقاعد اليوم؟ والله أحسن من دائرتي كنت بي وين كنت الدائرة؟ أنا بشركة الحفر العراقية بوزارة النفط. وزارة النفط. أي. الوضع أفضل. والله يعني كان اللي سامع عن التقاعد كانت اصعب المعاملات تكون بالتقاعد بس هسه دا اشوف استريح واقعد وتنتظر
كلش يعني مرونه بيه. انا ممنون منك، شكرا جزيلا. يا رب ان شاء الله تكون معاملتك على خير. السلام عليكم. مرحبا ماما. شلون الصحه؟ وسهلا. ان شاء الله بخير. الله يخليك. سولفينا، ايش عدك اليوم بالتقاعد؟ والله اول مره راجع يعني طلعت تقاعد. اي نعم. شلون شفتي الانطباع كاول مره؟ اكيد جنابك كنتي موظفه. اي نعم. لا الحمد لله يعني ما شاء الله اول مره اشوف يعني تسلسل بالشغل، يعني ماكو معاناه الحمد لله. لا لا ابد ابد الحمد لله. اشكو هذا اللي يريده. كل الموظفين كلش يعني ممتازين بصراحه الحمد لله. يعني تعاملهم ويا المراجع لا يعني كان اكو حد مخوفك قبل ما تدخلين لهنا؟ قال ها راح تطول. اي والله اي والله صح. يعني قالوا لي يعني تتعذبين يعني، بس لا الحمد لله يعني شفت اللي شفته بهالشكل فمشكورين يعني على جهودهم على تعاملهم ويا المتقاعدين. انا ممنون من عندك، اتمنى لكم الموفقيه. نكمل حلقتنا ضمن ناس وناس، والحديث يطول لربما عن هيئه التقاعد وايضا مراجعات خصوصا اعداد المتقاعدين لربما اغلبهم منهم من كبار السن. السلام عليكم. شلون الصحه؟ شو الاخبار عمي حبيبي؟ انا هاي المره بالتقاعده والله الجناب اي مره مو لي المتقاعد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. شلونك امه؟ الله يسلمك. الله يحفظك ويحفظك ويسر عليكم. عندك اليوم بالتقاعد؟ التقاعد العام. ايش قد تراجعين؟ اليوم اول يوم راجعنا. اي اكو عندش نقص بالمعامله؟ اكو احد مثلا؟ لا والله بس انتظارك ما قصروا والله من عندنا، ما قصروا الوريد، ما قصروا وياكم ان شاء الله، ما اي تعب ان شاء الله بوجوكم. بعيدا انه هو هذا واجبهم خدمه المواطن، هو واجب الموظف، لكن اكو معرقلات معوقات واجهتوها؟ لا لا ما عندنا اي اشكال ان شاء الله، ما قصروا من عندنا والله وجاي نراجع ما اي اشكال، بس امتانين الاسماء تطلع هاي. تحتاجون شيء احنا حاضرين. يكون ما يسر عليك ويوم. السلام عليكم. مرحبا استاذ. شلون الصحه؟ اي بكرم الله. وياك برنامج ناس وناس من السومريه. انا مو متقاعد يعني مراجع هيك عادي. هو انا بدي اسالك لانه كمراجع انت مواطن بالدرجه الاساس. شلون شفت التقاعد العامه؟ شلون شفت يعني طريقه التعامل مع المواطن؟ جيده جيده. قد تقدرها من 10؟ والله مقبوله يعني اكثر من 7. 7-8% هيك. شنو المشكله اللي واجهها المراجع هنا لو ما شفت اي مشكله؟ ماكو مشكله يعني، بس هي روتين يعني لازم متطلبات توفرها، بس اذا كانت متوفره فراح تمشي المتطلبات، تمشي المعامله بس المتطلبات. جزيل الشكر، ممنون من عندك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يسعدك. الله يسلمك. شلون الصحه؟ الله يسلمك. احنا من الجيش السابق من مسؤول السياسيين اللي بوزاره الدفاع، حاليا للتقاعد بسنه 2020 بعد ما حصلنا استحصار الوظيفي فسن قانون 15 سنة ونحالينا التقاعد، لكن لقينا عواقب قدامنا وخيمة. يعني مثل هسه احنا معرقلات؟ اي معرقلات. يعني قانون الفصل السياسي تعرفون انتم اللي عنده معدوم بالنظام البائد او عنده سجين، انا والدي معدوم وعندي ولد عمي كلهم سجينين. نعم. وانطردت بال 92 واخذوا صادرة حقوقنا المنقولة وغير المنقولة والبيت الصادر، وحاليا انا قاعد بالتجاوز وعندي 7 نفرات اولاد ولا واحد عندهم متعين، لكن العرقلات هنا بالهيئه التقاعد العسكري والتقاعد هيئه التقاعد الوطني، شو يقولون؟ يقولون الفصل السياسي قانون الفصل السياسي ما لكم لا نهايه خدمه ولا جائزه متراكمه ولا سنه بسنتين. قابلنا الاستاذ اياز الجبوري ويهاب الجبوري تشوف هاي يقول اتجهوا للقانون، سيد المسؤول العمل يقول اتجهوا للامانه العامه لمجلس الوزراء او اتجهوا الى قانون المحكمه الاتحاديه يلا يعطوكم الاجازه المتراكمه والخدمه سنه بسنتين. زين احنا حالنا حال الجيش العراقي ليش شنو ذنبنا؟ وياك استاذ مرتضى كشكول هو ناطق رسمي باسم هيئه التقاعد، فاحنا شنو ذنبنا يعني؟ يعني هسه قبل شوي كتبت عريضه للسيد الكاظمي و الاستاذ عن طريق مقابلات مكتب السيد رئيس هيئه التقاعد الوطنيه متخذين اجراء بها ومحوليها للقسم المختص اللي افتهمته من الاخ انه من المتضررين السياسيين. مفصول سياسي انت وين كنت تداوم بالضبط؟ هذا الامر الوزاري السيد جمع نادي الواقع على حاله التقاعد من بعد ما حصلنا 3 سنوات ما حصلنا وظيفه. يعني انا مواليد 98 المفروض اني حاليا حاصل على رقم تقاعدي معناه انه ماخذ حقوق تقاعديه بالضبط، تقاعديه قاعد يقطعون من عندي زين كخدمه محسوبه ماشيه، خدمه خدمته ماشيه وراتبه التقاعدي ماشي. اما بخصوص مكافاه نهايه الخدمه او الاجازات المتراكمه يقول لازم الامانه العامه لمجلس الوزراء. بغض النظر احنا راح ندققها زين، في حال عدم شموله
بإمكانه اتباع طرق الطعن القانونية عن طريق مجلس تقييم قضايا المتقاعدين في حال عدم. قبل شوية من كنت بالأمانة العامة لمجلس الوزراء نهايتها 4/9 خابرتهم قال اكتب عريضة كتبتها قال دزها على الواتساب علينا المظاهرات صايرة فما تقدر تدخل. احنا تقريبا بينا 200 واحد يعني مو بس ثاني. قال كيانات المنحلة حرس الخاص وكيانات المنحلة وجهة السابق طوهم فأنتم مضرين حالكم الحال المفروض يطونكم بس القانون بين هيئة التقاعد الوطنية وبين وزارة المالية المفروض يطوكم. هسه دج الكتاب بالضبط محال على الجيش الحالي وفق القانون على القانون الحالي يمشون انه يقدرون يطوا مكافأة نهاية الخدمة لو لازم يقدم طعن الاستاذ ايهاب مشكور يعني مشكور يقول انا ذاك اليوم هم اللجنة من قعدنا وزير الدفاع بال بدارة المحاربين يقول طرقت على موضوعكم لكن لحد الان ما حد بجاوب علي. اي والله اكيد 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 الاخ متابع الموضوع هو ومتواصل ويا سيد مدير قسم العسكري استاذ ايهاب عيسى. الموضوع اصور يحتاج الى تدخل او استشاره قانونيه. قلت لك احنا راح نتابع هذا الموضوع وندققه وراح نبلغ الاستاذ في حال عدم قناعته بامكانه اتباع طرق الطعن القانونيه. الوضعيه تعرفون الموضوع يعني صار قانوني تجاوز ومصادر بيتنا بقطع 17 بالارفلي وسبع ولد اكبر واحد مواليد 90 واكبر واصغر واحد مواليد 2001 ولا وظيفه واحد عنده عايشين على هذا الراتب واستقطاع التقاعد يطول 370 الف قطعوا 130 الف. نعم زين هذا قانون قانوني كله مشموله به. اي فان شاء الله تكمل اذا ان شاء الله تم القانون قانون موجود والاساتذه موجودين يمك. نكمل حلقتنا لهذا اليوم مثل هيك قضايا شو ممكن نقدر نناقش هيك قضايا تعرف انت اكو بعض الامور يحتاج لها الى تدخل تشريعي او تدخل قانوني احنا نرفع بها يا اما عن طريق المراجع يقدم طعن نرفض الطلب ماله يرفع الى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين يكون هو الحكم بيناتنا يا اما يكون بجانب المتقاعد او بجانب الهيئه ينظر بها. واكو بعض الاستفسارات ندس عن طريق الدائره القانونيه الى الدائره القانونيه بالوزاره او مجلس شورى الدوله تنطي خطابات قانون تنطي الراي الواضح والصريح بخصوص بعض المواد يعني خصوصا اكو مواد واضحه يعني مبينه من شروط الاستحقاق. وانت شفت هسه اغلب الحالات وبعض المواطنين احنا المعاملات المستوفيه لشروط الاستحقاق من خلال التوجيه المباشر والمتابعه المباشره من قبل الاداره العليا خصوصا لقسم احتساب الحقوق التقاعديه وتفعيل نظام المكننه الالكترونيه والرفع الالكتروني صار تبسيط للاجراءات من جاز المعامله التقاعديه. اي بمعنى ان المعامله التقاعديه اليوم اذا كانت مسوفيه كافه شروط الاستحقاق تنجز بنفس اليوم او ثاني يوم. اما بعض المعاملات بعض الاخوان سمعنا انه مثلا صار له 6 اشهر او 7 اشهر. تعرف احنا بعد 9/4/2003 اغلب دوائر الدوله تعرضت للحرق والسلب والنهب فانفقدت اغلب الاوليات الموجوده بالمعامله معاملاتهم كموظفين في دوائرهم. هاي تعرف يحتاج لها يعني اثبات يا اما عن طريق زملاء بعلاوه او اجازه او مستمسك هو قديم محتفظ به. لان تعرف اليوم لازم انه ترجع للطرق التقليديه يعني رغم وجود النظام الالكتروني في قانون رقم 9 اللي تم تعديله بالقانون رقم 26 لسنه 2019 منح الموظف المتقاعد مكافاه تقاعديه عن خدماته البالغة فوق 25 سنة. فتعرف اليوم الخدمة التقاعدية من تكون بها مكافأة تقاعدية الموظف لازم تكون عنده بداية وحتى نهاية حتى شون يكون ضمن المشمولين بالمكافأة. كانت موجودة النهاية وما موجودة البداية لازم بالضبط هاي لازم يراد لها إثباتات. فتشوف دائما يبحث عن زميل او صديق او علاوه او اجازه حتى يضمن خدمته يعني حتى تكون بها بدايه وتكون بها انا اشكرك. خلينا نكمل. السلام عليكم شلون صحتك؟ الله يبارك فيك الله يحفظك ان شاء الله. وياك برنامج ناس وناس من السومالية. اهلا وسهلا بك. اخترنا اليوم هيئه التقاعد مرات نلتقي المواطنين يقولنا يا بتاخرنا شهر شهرين ثلاثه اكو معرقلات فقلنا انه نختصر الطريق نجي لهنا ونلتقي المواطنين شخصيا ونجيب المسؤول ويانا. صح شو رايكم؟ الله يبارك فيك ويحفظك ان شاء الله ويحفظ القناه ان شاء الله. وش عندكم اليوم؟ تساهلات كل زين، انا قدمت معامله مال تقاعد والحمد لله واشكر دا تمشي بصوره صحيحه وما عديش. كانك كم يوم تراجع بيها؟ قدمتها قبل اسبوع تقريبا 10 ايام، قالت لي جيب صحه الصدور، وصلت الصحه الصدور هسه منتظر الاسمي تصيحه وان شاء الله تسهل لي اياها.
ان شاء الله صحه. ربي يحفظك ان شاء الله. يا ربي يحفظك. الله يبارك فيك. مثل الله. اي مشكله عندك؟ لا هذا الموضوع مو عندي اي مشكله، والحمد لله واشكر كل زين متساهلين. الله يبارك بك ويحفظك ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك استاذ؟ الله يحفظك حبيبي. اليوم ايش عندك هنا بالتقاعد؟ والله عندي مراجع محال متقاعد دائره صحه بغداد الكرخ، وصار لي يومين والحمد لله، يعني اجراءات حلوه ونظام ترتيب حلو يعني، وبارك الله بيهم ان شاء الله. اليوم جينا صدفه هنا بناء على مناشدات الاخوه، يمكن سمع الجنابه بناء على مناشدات المواطنين، قالوا يابا احنا بدنا نتاخر كذا شهر شهرين، وانا اليوم اختصرت الطريق، اخذت الموافقات وجيت لهنا. والله احنا الخطا مو منا، الدوائر اللي تحيل التقاعد يشير عندهم يعني اخطاء مع الاسف، يعني مثلا رقص بالمعامله، فهم مو ذاتهم ذنب، الدائره الرجل المناسب في المكان المناسب، يعني مخلينا في موقع ما يدبرها، يعني ما يصير عنده اخطاء. فالدائره اما بالنسبه للتقاعد لحد الان احنا ما نعاني من اي شيء، لكن الدوائر نتاخر. انا صار لي سنه وثمان اشهر التقاعد مالي، سنه وثمان اشهر. شنو سبب التاخير؟ التاخير هو صحه الصدور، عدم مباشره، تلف الاضابير، التوقيع يتاخر شهر، توقيع 10 ايام، فهاي صار. وانا صار اعاني من مرض بالكلى مالتي، ف يعني كنت اعاني من مرض، فدائره هنا الحمد لله. لكن دوائر اللي احنا نطلع منها هي اللي نحس بها المؤسسات، لان ما عندهم استعجال بالتسميه ولا ابالي، ومع مو كل الموظفين، ما اكو موظفين الراس والعين، اكو ناس محترمه ولها موقعها، لكن اكو ناس اكو خلل مثلا بالارشيف او بالتقاعد او بالبريد، فهاي هي التأخير مالتهم. نتمنى كل يومية بدائرة حتى شخص دنينا. والله أنا أتمنى تراجع الدوائر الرئيسية، دائرة صحة بغداد الكارق أو أي دائرة، أو دائرة التقاعد، عن دوائر اللي إحنا الموظفين بها أكو معاناة، هي هاي المعاناة مع الأسف. يعني أقول يعني ما يعني ما يحسن بالمعاناة المواطن. أنا هسه موظف وأنا عندي 8 نفرات وما عندي بسكاسي وأنا مصاب بالمرض، زين انا شنو حالتي؟ فيعني انا مساعدتهم مو بس انا، جميع المواطنين هكبار بالعمر اللي خدمه وقدمه وضحوا، والناس تعبانه، والراتب مالتنا كلها قليله. انا راتبي 20 سنه وخريج 580,000، اشتغل كاسي وهالكهربائيات هاي، والحمد لله، وعندي ولدي الحمد لله واحد مهندس اجهزه طبيه وقانون، وعندي وصلت الى مرحله، لكن ادي ايجار وعندي ملتزمات بالازمه، ملتزمات الحياه الكبيره تعرفونها، يعني كل الظروف، احنا كل الشعب العراقي يعاني من هاي الشكل، ونتمنى الخير للعراق، ونتمنى الصحه والعافيه لجميع مرضانا، ونتمنى لكم الصحه والتوفيق، وبارك الله بقناه السومريه المبدعه بكادرها ومخرجيها ومصورينها ان شاء الله، واتمنى لكم الصحه والعافيه والخير والبركه ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ان شاء الله موجوده. راح ننتقل الى جانب اخر من هيئه التقاعد العامه باحدى قاعاته، راح نطلع على ايضا عن الواقع اللي تعيشه هيئه التقاعد العامه، اذا كانت هنالك مشاكل ممكن ان نحلها بوجود الناس المختصين، وايضا ان كانت هنالك اشادات سوف نعرضها بكل شفافيه. اما من يتحدث عن وجود معرقلات في دوائر الدوله الاخرى غير هيئه التقاعد العامه، لربما هو الاخ شخص العديد من هذه المشاكل اللي تعانيها بعض دوائر الدوله، وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب قد يكون هو الجزء الكبير من حل هذه المشاكل، وصولا الى التكنولوجيا والتطور اللي يفترض ان تكون في بقيه دوائر الدوله مو فقط بهيئه التقاعد العامه. نكمل هذه الحلقه بقاعه اخرى من قاعات هيئه التقاعد العامه، خليكم ويانا. أحبت المشاهدين، مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه إحنا اليوم الحلقة ضمن هيئة التقاعد العامة، وبالتالي كل القاعات اللي موجودة هنا يتم زيارتها تدريجيا، وأيضا محاولة مشاركة أغلب المواطنين اللي موجودين هنا حتى نقدر أنه نطلع على الواقع اللي تعيشه دوائر الدولة. السلام عليكم. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شنو أخبار عمو؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. اسمح لي بعد يمك؟ استريح. صار لك إيش قد هنا؟ أنا جاي واحد يعني. وين حجج؟ وين حجج جاي يعني. تمام. إيه. شلون شفت التعامل؟ لا كل زين، جيد والله، جيد. مرتاح بالقعدة؟ لا مرتاح جدا والله.
جدا انك تكمل معاملة هذا المعاملة انا ادري يعني مد بالسهلين دا يشتغلون واكل زخم عليهم اكل زخم عليهم احنا ايش نسوي وياهم وياهم بعد يعني ربي يوفق الجميع ان شاء الله. نحن ممنونين من عندك. ممنون. شكرا. الله يحفظك. حلقتنا اليوم ضمن ناس وناس بأروقة هيئة التقاعد العامة. هيئة التقاعد بطبيعتها تلتقي مع أغلب الشخصيات، أغلب المواطنين اللي كانوا يوما ما هم موظفين وبالتالي انحالوا إلى هيئة التقاعد، وبالتالي مثل ما كان لهم يوم فضل في تقديم الخدمة اليوم أيضا راح يواجهون الخدمة ذاتها. السلام عليكم. السلام. شلون الصحة؟ أهلا وسهلا. شو الأخبار عمو؟ الحمد لله. ماشي الحالة؟ رحمة. صار لك ايش قد تراجعين؟ ما صار لي اليوم راجعت ومو اي لا راجعت قبل فترة بس مو سهلة يعني موظفين كلهم يشتغلون بخير من الله. ما نحكي على اليوم لان اليوم كلنا احنا موجودين. لا 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 هذا اسال على قبل. تجي انت انا موجود من الصبح ما شفت واحد من المواجعين تلكأ ما شفت واحد من المواجعين يعني تذمر بالعكس كل الموظفين يشتغلون. كل الموظفين خير من الله يعني يعني الحمد لله يعني بالنسبة لي يعني أشوفهم زينين يعني فوق الزينين. ما طولت معاملة؟ لا 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 تمام. احكي لي على المكان اللي موجودين احنا به هيئة التقاعد، هي تليق بالمتقاعدين العراقيين. شوف النظافة من ناحية هو ماكو إنسان ما يتمنى الأفضل ويعني يعني احنا كدولة مفروض أحسن الدول بالخدمات، لكن الأمور اللي تمشي بالبلد هي أكيد راح تفد عائق للمجتمع. أكيد ما يتقدم البلد على النهج هذا اللي يصير بالبلد، بالعكس كل ما الأمور يكون تكاتف ترى الشعب والدولة أهم شيء، يعني إيد واحدة ما تصفق ترى. ولهذا إحنا اليوم إحنا هنا أريد إحنا ويا الدولة نصفق على راحة المواطن. ها والله أنا يعني عندي فد نظرة بهذا العمر كله، الإنسان اللي أدي الواجب عليه هو يعتبر دا يبني المجتمع، ما علاقة بغيره، غيره دا يخربط المهم أني يعني أبسط شيء هسه هذا الوسخ اللي بالشارع أنا إذا ما أذب غيري دا يذب أنا ما علاقة بغيري، يقول لك المشي ألف ميل يبدي بخطوة، كل إنسان يبدي من داخله ما يتغير مجرد بالكلام ولا بالدعاء، البلد يتغير بالفعل. ليست الحياة بالتمني. شون؟ ليست المطالب بالتمني. بالضبط، ولكن تأخذ الدنيا غلابة، الإنسان لازم يكون هو اللي يصارع الزمن. أنا ممنون من عندك، شكرا جزيلا لمشاركتك. يعني حلقتنا شرفت على الانتهاء ضمن هيئة التقاعد العامة، مثل ما ذكرنا التقينا ويا أغلب الموجودين هنا مع المواطنين، نحاول انه نوصل بمشاكلهم الى السادة المعنيين، فبالتالي اختارنا هيئة التقاعد. شفنا الناس شلون حكت، اذا كانت اكو مشكلة ممكن اكو ناس يحلوها، اذا كانت اكو اشادة فلا بأس بها انه تحذو بقية الدوائر حذوها. نتمنى انه ما نشوف مواطن بالطرقات الخارجية او بالشارع يناشدنا انه فيما يخص موضوع دوائر الدولة أو غيرها، نتمنى نشوف دوائر الدولة على ما يرام في أغلب أحوالها، ومهما كانت جيدة نتمنى تكون أفضل. قبل ما نختم خلنا نتحدث شوية ويا قسم الإعلام أو الناطق باسم هيئة التقاعد العام. السلام. أهلا وسهلا أستاذ أمير، حياك الله. اليوم شفنا الجولة هنا، بالتالي إحنا بحديثنا خارج الدائرة نشوف أكو مواطنين يتحدثون، البعض يقول لك يا أبا أنا عندي استقطاعات، البعض يتحدث عن هيك مواضيع، البعض يقول لك إنه أنا عندي فروقات لربما متأخرة. ذن المشاكل اللي نشوفها ما شفناها اليوم إحنا هنا، على اعتبار إنه أغلب اللي موجودين هنا ذكروا بطيب خاطر، يعني ممكن إنه نراجع الحلقة ونشوف أكو بعض يتحدث بطيب خاطر عن تعامل إنساني ما بين الموظف والمواطن. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف أقول لك أستاذ أمير، إحنا بالنسبة لسؤالك الأول بخصوص الاستقطاعات، أغلب المتقاعدين اليوم يخضع لمعادلة تقاعدية في احتساب الراتب التقاعدي، فإضافة الخدمة يا أما تزيد من راتب التقاعدي عن طريق سنوات الخدمة المضافة تسبب غلاء المعيشة، تنطي غلاء معيشة أكثر، أو تفيده باستحصال مكافأة نهاية الخدمة. أي خدمة كانت عسكرية أو مدنية أو خدمة رعاية اجتماعية مضمونة تترتب عليها توقيفات تقاعدية.
المتقاعد طبعا يا اما يسددها نقدا، وفي حاله عدم امكانيته من تسديد هاي المبالغ يكون تقسيط على الراتب التقاعدي، فيكون هناك استقطاعات. اما الاستقطاعات الباقيه فهناك سلف يا اما عن طريق البنوك او عن طريق مكاتب خاصه. هاي طبعا مشكله البنوك يعني في مساله الاستقطاع ومسألة تحويل المبالغ خارج سيطرة هيئة التقاعد الوطنية. أستاذ علاء، أنا أعتذر، خلينا نقسم الوقت. أستاذ علاء، يعني أغلب الناس اللي موجودين هنا مثل ما ذكرنا أنه تعاملوا ويا الموظف بشكل مباشر فيس تو فيس، بالتالي كان أكو إشادة بهذا الموضوع. هل هذه الإشادة، إحنا نحكي اليوم قدام الإعلام وقدام الناس ممكن بعض يتهمنا بتواطؤ، هل هذه الإشادة كانت محضرة لها مسبقا؟ لو شفتوا أنتوا على الأرض. لا صراحة احنا خلينا نوضح هالشيء لكل الناس. صراحة احنا يمكن واحد احد المواطنين وضح انه تخوف من موضوع انه يراجع التقاعد، لكن احنا الكلام برا شكل والواقع شكل. يعني انا هسه صراحة يعني اكو بعض الناس او المكاتب الاعلامية بعض المؤسسات يكلف بموضوع، انا افضل انه يكون حاضر حتى يشوف بعينه موضوع التعامل ويا الناس وكيف يعني آلية انجاز المعاملة. لذلك هذا الموضوع لا محضر له ولا أمانة، يعني أنا حتى ما كان عندي علم بحضوركم، أنت شفت بعينك هذا الموضوع. أنا قصدت إنه ما علم أحد. ندخل ونأخذ موضوع. لو كان أكو أدنى علم بالموضوع كان ممكن إنه نقول أكو تحضير للأمور، وتحضير للأمور ما ممكن المواطن إحنا نجي نسخر كل هاي المواطنين ونخليهم يتحدثون هذا الحديث. واحد اثنين ممكن يصير هاي الفقرة، بس ما المستحيل إنه أنت شفت كل الناس أكثر من 20 يمكن مواطن بالضبط، الكل ذكر شنو السلبية والإيجابية، والحمد لله والشكر إحنا نقول رايحين للإيجابية. مع ذلك إحنا نقول باقين ومستمرين وعلى هذا النمط وعلى هذا المنوال ويا كل الناس، وهو هذا تعاملنا ويا كل الناس. وأمانة أنا يمكن أقول لك تقدر تسأل حتى برا وبأي مكان. وهم من أحب أوضح إنه تكون للمناشدات اللي ذكرتها أنت يكون التواصل مباشر ويا الإعلام. استاذ منتظر موجود، انا موجود، كل موظفينا هم بخدمه المواطن اكيد. لذلك احنا المناشدات راح نكون وياها بشكل مباشر، ونطلب من كل القنوات اي شخص يناشد على قضيه معينه تخص هيئه التقاعد الوطنيه ان يترك رقم واحد نتواصل وياه، لانه هو هسه من ما يترك الا اي اثر ما راح يكون صاحب حق، مجرد اثارها بالاعلام وراح. فلذلك احنا نطلب انه يكون تواصل. يعني انا هسه المناشدات اطلب رقم تليفون، اطلب هويه تقاعديه، افتح اضباره حتى اكون اجاوب الشخص بالمناشده. لكن انه هو يناشد ويطلع بالهاي، واكو بعض المناشدات يناشد ويطلع مو بالتقاعد موضوعه، يطلع بالرعايه او يطلع مع احترامي لكل الدوله. مهمه الاعلام كلها صعبه، يعني هسه مو داعي عن نفسي، بس هي مهمتكم ايضا كمديريات الاعلام اللي موجوده او اقسام الاعلام الموجودات بالمديريات، مهمتكم صعبه. اولا المتابعه بدرجة الأساس، وشفنا هذا واضح من كلام أستاذ علاء، بالإضافة لهذا الموضوع متابعة المناشدات إن وجدت، فبالتالي جسور التواصل أنتم ماديها مع بعض القنوات؟ مع جميع القنوات، وخاصة القنوات الرسمية الناطقة باسم الحكومة العراقية. عندنا تواصل، مناشدات المواطنين جاوب عليها مباشر بالجو، وأيضا برنامجكم راح نكون متواصلين وياكم لحل مشاكل المتقاعدين. وأحب أنوه على نقطة مهمة، الاتهامات اللي تتوجه هيئة التقاعد الوطنية بخصوص عدم إنجاز معاملة أو تأخير معاملة، أحب أوضح شيء وشفت اليوم من خلال قناتكم الفضائية، إنه هاي المعاملات يا أما تكون الجهة اللي ترسل المعاملة التقاعدية فيها تلكؤ أو غير مستوفية لشروط الاستحقاق. يعني مثلا معاملات تقاعدية في 2008 في 2007 في 2009 يتحدثون أن معاملاتنا التقاعدية من ذلك الوقت إلى هذا الوقت غير منجزة. هذا الكلام نتمنى من خلالكم أن يراجع هيئة التقاعد الوطنية للوقوف على نقاط الضعف وتشخيص الخطأ وين يكون موجود، لأن أغلب المعاملات اللي من 2008 و2009 ما منجزة لحد الآن، هاي تعتبر كارثة. وهذا الشيء أنا أكد لك إياه وأجزم عليه أنه ما موجود، يا أما نقص بالخدمة أو أولياته مفقودة أو ما عنده ما يثبت استمراريته بالخدمة. إيه تعرف أنت اليوم حكيت لك
انه المعامله التقاعديه يجب ان تكون بها بدايه ويجب ان تكون بها نهايه. زين اغلب الاوليات اذا موجود انا شلون اقدر انجز له معامله؟ او يحشي ويتحدث ومن من من يوصل يمك تلقى معاملته هي اصلا موجوده في الوزاره او الدائره او الهيئه المعنيه بارسال معامله تقاعديه، اي بمعنى انه هو في دائره ما مستوفي الاحاله ويلقى التهم على هيئه التقاعد الوطنيه. هاي الكارثه. بعض الامور ممكن انتم جنابك وضحتها لكن المواطن بعد لغايه اللحظه هو ما دارك، يمكن بعد هذا التصريح راح يدرك انه الموضوع يكمل بهاي الشغله بعدين يتوجه لهاي الصفحه. اكو قسم للشكاوي هنا موجود عندكم، ممكن انه المواطن يقدم شكوته اذا ان وجدت، يعني مو الا بوسائل الاعلام. بالضبط، الاستاذ علاء مسؤول مكتب الشكاوى والاعلام في هيئه التقاعد الوطنيه، احنا كل يوم ثلاثاء عندنا مقابلات للمواطنين، تكون ابواب الهيئه ورئيسها مفتوحه امام الجميع للوقوف على المشاكل، للوقوف على الاستحقاقات اللي تخص المتقاعدين، وكذلك المتابعة المستمرة من قبل الإدارة العليا. اليوم تجولت بأغلب قاعات التقاعد الوطنية، هاي القاعات كلها تم إنشائها خلال هاي الفترة وتحديثها وتجهيزها بكافة وسائل الراحة للمتقاعدين، وشفت بعينك انت وشفت الناس اللي حكوا بهذا الموضوع، كان هو متصدر حلقة هذا اليوم. انا اشكرك استاذ علاء. خلنا اختم ويا جنابك. الاستاذ مرتضى ذكر انه جنابك ايضا مختص بموضوع الشكاوي، بمراقبتكم للشكاوي للمواضيع شنو السبب اذا كانت اكو شكوى؟ هل هي تطلع دائما من الموظف او يتحملها المواطن؟ مثل ما ذكر انه بعض الدوائر المعنية ممكن هي ما مرسلة الاخبار بشكل جيد او هنالك لربما خلل. نعم، احنا بقسم شلون يكون التعامل ويا هذه الشكوى؟ قسم الشكاوى والاعلام هو تنطرح علينا الشكوى. نعم. اول مره راح ينظر الموظف، اكيد هو الموظف الشكاوى والاعلام عنده درايه كامله على كل قوانين الهيئه وعملها، تنطرح القضيه، يعني راح انظر بالموضوع وين بيا قسم، بقسم الفلاني، القسم الفلاني، انه انا راح انزل ويا المراجع هذا بشكل يومي. نعم. والثلاثاء بشكل خاص، هذا يومي طبعا الاستقبال الشكاوى، بس الثلاثاء يوم خاص يبدا من 8 ونوصل بعض الاحيان الى بعد الدوام بساعتين او ثلاث. تقول انه اوفر تايم؟ نعم بالضبط، والله يعني توصل مراحل الثلاثه ولا الاربعه نستقبل الشكاوى، عندنا استماره خاصه بتقديم الشكوى اللي احد الاخوان عرضها اذا شفتها هسه برا هناك، يذكر بيها ونذكر نوع الشكوى ويقابل رئيس الهيئه الموضوع ويعني يهمش او يخاطب الجهه المعنيه او القسم الفلاني انه هذا الامر لازم يحسم بالايجابي، سواء كان اذا له حقوق او اذا كان ما له حقوق، ايضا راح يكون القسم يوضح هاي الطريقه. واحنا مع ذلك بشكل يومي نستقبل الشكاوي، وبعض الاحيان تكون الشكاوي انه بعض يعني التقصير موجود بكل اماكن، لكن التقصير ما يكون عن قصد يعني بصراحه، لذلك انه احنا بشكل متواصل ويا الجميع. هاي دعوه انه حتى يكون انه تعاون ما بين المواطن وما بين الموظف. بالضبط، احنا يعني قلت لك يصعد المتقاعد يطرح القضيه مدراء الاقسام مشكورين كلهم متعاونين مع قسم الشكاوى والاعلام، انه مجرد يجي هامش او 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 مناشده بسيطه يا يعني هذا الموضوع في الصنف الفلاني ينجز المعامله، انا ابلغ المراجع اقول له اذا ما صار وياك حل ارجع لي، والاغلب ما يرجع لي، يعني مدراء الاقسام يكفون ويوفون. نوصل وياكم الختام، قاعده وياكم حلوه كانت، الجوله وياكم ايضا جميله. سادة المشاهدين، قبل الختام هي رسالة إلى جميع موظفي دوائر الدولة ونحن اليوم في إحداهن، الحديث عندما يكون تعامل جيد ما بين الموظف وأيضا ما بين المراجع فهذه انطباع إيجابي على المؤسسة برمتها، أما عندما يكون بعض الموظفين ليس فقط في هذه الدائرة لربما في بقية الدوائر إذا كان هنالك بعض من ضيقة الخلق ممكن أنه يكون هنالك تاتش، يكون هنالك لربما أخذ نظرة سلبية على دائرة برمتها. أيضا الإضافة لهذا الموضوع، إحنا من خلال برنامج ناس وناس ومثل ما ذكرنا هي رسالتنا خدمة المواطن، وبالتالي خدمة المواطن هي من خلال مد جسور تعاونية ما بين المواطن وما بين الجهات المعنية، وبالتالي هي الدوائر المعنية صندوق للشكاوي، وأيضا هنالك بريد للشكاوي، وأيضا هنالك مراجعة بشكل شخصي، وأيضا تواصل بشكل مباشر، وبالتالي ممكن أنه نشخص الأخطاء نوقف عليها نحلها، ليس فقط نتحدث أنه هنالك خلل هنالك خلل. طيب نقدم الشكاوي، وإذا ما تم التعامل بالشكاوي بالشكل الجيد بعدها ممكن انه ناخذ مأخذ ثاني او منظور ثاني لهذه المشكله. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، نتمنى انه نوافينا قد جزء البسيط لربما من شكاوى المواطنين،
لكن هذا ما يسعفنا من وقت البرنامج حتى نلتقيكم في حلقات أخرى. تقبلوا تحيات وتحيات فريق العمل، على الخير، نستودعكم.